الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، لا تكفي
هذه الليلة المباركة ندق بابك الخير برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اللهم افتح لنا باب مغفرتك، اللهم افتح لنا باب عفوك برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهب همومنا وغمومنا في ديار نيجيريا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا هذه البلايا، اللهم كف عنا هذه الرزايا، اللهم كف عنا هذه الفتن والمحن والقتلة والرزايا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نلنا خيرات ليلة القدر، اللهم نلنا بركات ليلة القدر، اللهم نلنا نفعات ليلة القدر، اللهم نلنا بركات ليلة القدر، واجعلنا فيها من المغفورين لهم، واجعلنا من الذين يتق فيها ربهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم عد علينا رمضانا عواما عديدا وأزمنة مديدة في كل خير وسلام وأمن وأمان برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من خزي النار، واركبنا جنة الفردوس من باب الريان برحمتك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك يا الله وبجودك يا الله وبكرمك يا الله وبإحسانك يا الله وبعفوك يا الله وبمنك يا الله وبرضاك يا الله وبسترك يا الله وبلطفك يا الله وبغفرانك يا الله وبجلالك يا الله وبجمالك يا الله وبكمالك يا الله وبإحسانك يا الله وبإحسانك يا الله وبمنك يا الله برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ارجلنا جنة الفردوس وسهل لنا الطرق إليها، اللهم سهل لنا الطرق إليها، اللهم سهل لنا الطرق إليها وجنب الفواحش منها ما ظهر ومنها ما بطن، يا ظهر منها وما بطن برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وكفر عنا سيئاتنا جميعا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نقف بابك في هذه الليلة الشريفة، اللهم استجب دعاءنا جميعا، اللهم استجب دعاءنا جميعا، اللهم استجب دعاءنا جميعا، اللهم استجب دعاءنا ودعاء آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وكل من لم نكن علينا من الدعاء
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا أنت يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تدعنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا متهما إلا كشفته ولا كربا إلا نفذته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في بلادنا وآمنا في بيوتنا وآمنا في مساجدنا وآمنا في طرقنا وآمنا في شرائع نيتنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بأعداء نيجيريا اللهم عليك بأعداء نيجيريا فإنهم لا يعجزون اللهم عليك بالمقتطفين وعليك بالغاصبين وعليك بالقاتلين وعليك بالمفسدين فإنهم لا يعجزون اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ولا تأخذ منهم عدا اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول فاجعلهم كعصف مأكول فاجعلهم كعصف مأكول اللهم أنزل السكينة على نيجيريا اللهم أنزل السلامة على نيجيريا اللهم أنزل الأمن والأمان والاستقرار والسكينة على نيجيريا وكان بلدا مطمئنا وآمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك قلت قولك الحق المبين كلما أقضونا للحرب أدفع الله اللهم أطفئنا الوغى في نيجيريا اللهم أطفئنا الوغى في نيجيريا وبدلها بالسلمة النعمة الأبدية في هذه الليالي الرمضانية في هذه الهواجر الرمضانية وفي هذه الليلة القدرية برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التقلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك عليك بأعداء نيجيريا اللهم سدد خطانا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا من الذنوب والخطايا حتى نقول ونحصل على خيراتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خيرا كل ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر زادك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق
واعتق رقابنا من النار وقلبنا جميعا في عال جنة الفردوس برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنات وفي القبر حسنات وفي البعث حسنات وفي الصراط حسنات وفي الصراط حسنات وفي الصراط حسنات وفي الجنة حسنة وكلا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.